اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد في هذه اللحظات محتاجين نطمن على تدريب الاهلي، والنهارده كان اول مران عقب العوده من النيجر، لذلك اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز فاروق صلاح. وطالما هتكلم عن النيجر سواء ذهاب او اياب، عندنا هو المتخصص فاروق صلاح سواء السنه اللي فاتت او السنه دي. مساء الخير يا فاروق، وحمد لله على السلامه. كل التحيه ليك يا محمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك يا محمد. يعني نقدر نقول ان شاء الله الفريق ان شاء الله قادر ان شاء الله نوقف المباراه الثانيه، مباراه العوده ان شاء الله لا تقام يوم السبت على الاستاد الاهلي والسلام. ان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر انه يحقق الفوز بنتيجه كبيره ان شاء الله على فريق الحرس الوطني، ومن ثم ان شاء الله الصعود لمرحله المجموعات باذن الله. طيب عايز اطمن منك على الفريق، يمكن انت كنت قريب الصله من الفريق خلال الفتره الاخيره سواء في نيامي او عقب العوده، والنهارده اول مران. عايز اطمن عن حاله الفريق بشكل عام، بيتسو موسيماني ازاي بيحضر للفتره الجايه، الاصابات كمان فوجئنا ان صلاح محسن هيغيب حوالي شهر، حسين الشحات ممكن اسبوع 10 ايام، طبعا عارفين ان الشناوي لسه هيطول شويه، لكن عايز اعرف كل ده. وقفشه انتظم في التدريب النهارده ولا لسه؟ يعني هيبقى من الاخبار اللي جات لك يا محمد، خليني هيبقى في بقى تصحيح لبعض الاخبار، وفي اخبار يعني سعيده لجماهير النادي الاهلي، لكن خليني اخدك من الختام، يعني من عقب مباراه الاهلي والحرس الوطني، المباراه اللي اقيمت مباراه الذهاب على ملعب الجنرال سينيو كونيتشي، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. كان في حاله من التاثر على اللاعبين بنتيجه اللقاء، مش هنتكلم برضو على الاجواء والامور اللي عشناها في الملعب، لكن اللعيبه كانت متاثره جدا بنتيجه اللقاء. اللعيبه تعهدت في يعني بين من بعض ان شاء الله على العوده ان شاء الله للاداء الجيد بدءا من المباراه المقبله ان شاء الله هتكون على استاد الاهلي والسلام. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين، كان في جلسات انت عارف الفتره اللي فتره الانتظار في المطار، جلسات ما بين اللعيبه، لعيبه بتركز للفتره القادمه. النهارده محمد برضو المران حاله ثانيه، ارتفاع روح معنويه عند اللاعبين، يعني احنا كنا بنتساءل ايه الجديد النهارده، لا شايفين يعني روح معنويه مرتفعه جدا بين اللاعبين. طبعا النهارده الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في جلسه، ومع المستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني، ثم كان في محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، ثم عقب المحاضره الفنيه طبعا مستر بيتسو موسيماني اتكلم على ايجابيات وسلبيات الفتره اللي فاتت والمباراه واللي طالبه من اللعيبه خلال الفتره المقبله، ثم كان في بعض الوحدات التدريبيه في الجيم انهاها اللاعبين، ثم انطلق المران. كان في فتره او الفقره الخاصه بحراس المرمى لمستر ميشيل يانكون مع علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، ثم انطلق مران النادي الاهلي. اخبار برضو اللي انا اقول لك عليها محمد، احنا اتكلمنا طبعا على الاصابات، اقدر اقول لك حسين الشحات حاليا موجود في ارض الملعب، نزل للتمرين، طمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله، قال لي انا بالناحيه الطبيه بالنسبه لي كل الامور بالنسبه لحسين الشحات جاهز وموجود النهارده في التمرين. يتبقى يعني الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في الاحتياج او يعني وجود حسين الشحات في المباراه المقبله، طبعا هتخضع للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. النقطة الثانية برضو والأهم إصابة صلاح محسن، وخليني برضو محمد من خلالك إن احنا يعني نديها الوصف الدقيق والشرح الدقيق لإصابة صلاح محسن. إصابة صلاح محسن يعني بداية شرخ إجهادي في المشطية الخامسة للقدم، يعني الدكتور أحمد أبو عبلة قال لي يعني قبل السفر للنيجر كان اللاعب شعر بي يعني بإجهاد وفي مشطية القدم، عمل إشاعات. أنت عارف النادي الأهلي حاليا كل الامور الخاصه بالاصابات النادي الاهلي عنده الاجهزه، بيعمل الاشاعات يا محمد منعا لان يعني تعمل بعض الاشاعات بره، يبقى في يعني يبقى تسريب لبعض الاخبار الخاصه بالفريق، بالتالي يا محمد الخبر اليقين دايما يطلع من الجهاز الطبي للنادي الاهلي وبيطلع من النادي الاهلي. فاقدر اقول لك ان صلاح محسن زي ما قلنا محمد هو بدايه شرخ اجهادي في المشطيه الخامسه للقدم، مده العلاج بالظبط يا محمد هتبقى 3 اسابيع وليس 4 اسابيع او 5 اسابيع كما قيل. محمد دكتور احمد ابو عبله بدا في البرنامج التاهيلي اللي وضعه ليه صلاح محسن، يعني بدا فيه خلال الفتره الحاليه، ان شاء الله بالكثير 3 اسابيع صلاح محسن هيكون موجود ان شاء الله في ارض الملعب مع فريق النادي الاهلي. ايضا محمد الشناوي بيسير بخطى ثابته في البرنامج التاهيلي الموضوع لمحمد الشناوي، ان شاء الله يعود سريعا واحد من العناصر المهمه للنادي الاهلي. والامور المهمه ايضا يا محمد النهارده غياب طبعا. اتفضل يا محمد. قفشه برضه عايز اعرف انتظم في التدريب النهارده ولا لسه في اجازه؟
بالفعل يا محمد، النهارده محمد مجدي قفشه انتظم ويعني حاله من السعاده احتفل بيه اللاعبين، طبعا يعني كان نفسهم يكونوا موجودين في مع قفشه في فرحه، اكيد بنبارك له طبعا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي. النهارده موجود في ارض الملعب بيشارك في المران، تقدر تقول ان شاء الله واحد من العناصر اللي هتكون موجوده معانا في مباراه ان شاء الله مباراه العوده امام فريق الحرس الوطني. عايز اطمنك برضو ايضا النهارده بيغيب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، يعني شعوره بنزل برد، فضل الجهاز الفني ان هو يريحه وبالتالي بيغيب عن المران النهارده زي ما اكد لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن والدكتور احمد ابو عبله. تقدر تقول برضو محمد انا بطمنك ايضا على كافه اللاعبين، سواء اللعيبه اللي هتبقى موجوده معانا في ماتش الحرس الوطني او اللعيبه ان شاء الله اللي هتبقى موجوده فيما بعد مع انطلاق الدوري المصري. حاله الارتفاع الروحي المعنويه عند محمد محمود، واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي يكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، مع بيرسيتاو مع ميكسوني مع كريم فؤاد مع حسام حسن مع عناصر الخبره الموجوده في فريق النادي الاهلي. النهارده محمد شكل تاني، الامور مختلفه، في تركيز من اللاعبين، علي معلول ايضا، بدر، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه خلاص هتاخد انطلاقه ان شاء الله بدءا من المباراه المقبله. اتوقع محمد باذن الله من اللي احنا شايفينه في المران، من اللي شايفينه من الروح المعنويه من اللاعبين، هتبقى ان شاء الله انطلاقه للنادي الاهلي وبدايه للنادي الاهلي مع مباراه العوده امام فريق الحرس الوطني باذن الله. تمام، اخر سؤال يا فاروق، وانت قبل ما تسافر النيجر لما عرفنا ان الحكم الغاني دانيال لاريا هو اللي هيدير المباراه، انت كنت مبسوط جدا وقلت لي حكم محترف وسنه صغير وموهبه وصاعد وواعد، وانت كمان ليك علاقه بيه وعلى اتصال بيه، انك من الناس المميزه لما بتسافر بيبقى في تواصل دايما مع كل المراقبين او حتى الحكام او حتى الفرق المنافسه. دانيال لاريا بما انك انت كنت موجود في النيجر بعد المباراه، هل سالته على ركله الجزاء؟ هل المستوى بتاعه؟ هل قال لك لا النهارده ما كنتش في يومي؟ هل اتكلمت معاه بعد المباراه؟ عايز اعرف في الكواليس بما انك انت بتهتم جدا بالتفاصيل الصغيره دي في الرحلات الافريقيه. يعني يا محمد تطرقت النقطة في غايه الاهميه، وبرده من خلالك خليني انا اوضحها ان انا بالفعل يعني عقب نهايه اللقاء انا يعني توجهت لدانيال لاريا واتكلمت معاه. في البدايه انا اتكلمت على الهدف اللي احرزه، لان كان في بعض الاعتراض او الشك ان الهدف اللي احرزه فريق الحرس الوطني بعض الاقل كانت بتقول من تسلل، لكن اكدت له صحه الهدف وقلت له لا الهدف صحيح، لكن ركله الجزاء يعني وانا داخل بتكلم معاه كان بيتفرج عليها واعترف ان هي ركله جزاء صحيحه، لكن هو بالنسبه له زاويه الرؤيه ما كانتش واضحه. قال لي بالفعل لكن هو يعني برضه من الكواليس محمد ان هو رمى اللوم شويه على المساعد، لان كان المساعد الثاني في اللقاء كان من الافضل ان زاويه الرؤيه بالنسبه له تكون اوضح، لكن هو اعترف فعلا انها ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي، ركله الجزاء الخاصه باللاعب اكرم توفيق. يعني كان في اعتراف طبعا من دانيال لاريا بركله الجزاء وقال انها ضربه جزاء صحيحه، يعني كان في لوم كمان ما بينه وما بين طاقم الحكام المساعد. أكيد زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وأنا تعمدت أفتح مع فاروق كذا نقطة لأن هو كان يمكن متابع كل الأمور الإفريقية في الفترة الأخيرة في سفريات الأهلي وعارف تفاصيل كتير، فكنت عايز أعرف الكواليس العقب المباراة بخصوص تحديدا الطاقم التحكيم الغالي اللي أدار هذه المباراة. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج الترند.